بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، كليات الطب، الكليات الصحية، الدراسات العليا، الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنجاح والفلاح والصلاح والتوفيق يا رب العالمين. إن شاء الله اليوم بإذن الله تعالى هيكون حديثنا حول الكلينيكال فاسكولار اناتومي اوف ذا برين او الفاسكولاريتي اوف ذا برين او الكلينيكال اناتومي اوف ذا بلاد سبلاي اوف ذا برين. واتكلمنا قبل كده على البلاد سبلاي اوف ذا برين. الهدف اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، الأوبجيكتيف بتاع الكلينيكال فاسكولار اناتومي اوف ذا برين، هنراجع على المين ارتري والفين سبلاين ذا برين. هنتعلم الكلينيكال اناتومي في الاريا اوف سيريبرال كورتكس سبلايد باي بارتيكولار ارتري تو اندرستاند ماشي الديسفانكشن اللي هتحصل نتيجة البلوك. لما يحصل بلوك اي ارتري ايه اللي هيحصل؟ هنشوف السيركل اوف ويلز ماشي وازاي بتغذي الانترنال كبسول. يلا بينا يا شباب، يلا بينا. اول حاجه البلس سبلاي اوف ذا برين، احنا بنعمل ريفيو سريع، هيبقى حول حاجتين اتنين. يبقى البلس سبلاي اوف ذا برين جاي من شقين اتنين، انترنال كاروتيد ارتري، internal carotid artery، ادي الانترنال كاروتيد ارتري ماشي، وvertebro basilar system. كلمه vertebro basilar system، vertebro يعني vertebral وbasilar يعني basilar artery، وهنيجي نتكلم على الانترنال كاروتيد ارتري ماشي، هيدي branches والvertebro basilar system هتدي ايه برانشز. يلا بينا يا شباب، يلا بينا يا شباب. طيب صوره مجمعه جميله اهو، بنقول البلاس سبلاي اوف ذا برين عند السيريبرم. السيريبرم، السيريبرم هيتغذى منين؟ انتيرور سيريبرال ارتري، ميدل سيريبرال ارتري، بوستيرور سيريبرال ارتري. يبقى السيريبرم عنده ثلاث حاجات، انتيرو ميدل بوستيرور سيريبرال ارتري. طب الانتيرور والميدل جاي من الانترنال كاروتيد، والبوستيرور جاي منين يا شباب؟ من البازلال ارتري. طب البرين ستيم، البرين ستيم هنقسمه الميد برين بونز مظله اوبلنجاتا. البرين ستيم عند الميد برين جاي منين؟ هيتغذى منين؟ من البوستيرور سيريبرال ارتري. بوستيرور سيريبرال ارتري اللي جاي منين؟ من البازلال ارتري. طب عندي بعد كده هنقول البونز جاي منين؟ هيتغذى منين؟ من البازلال ارتري. المظله من الفيرتبرال ايه ارتري، وكل حاجه قدامنا. يبقى البرين ستيم عباره عن ميد برين، عباره عن بونز، عباره عن مظله وبلنجاتا ماشي. يبقى الميد برين بوستيريور سيريبرال ارتري اللي هو جاي من البازلال ارتري، البونز من البازلال ارتري نفسه، المظله وبلنجاتا من الفيرتبرال ايه ارتري. بعد كده عندي الايه؟ السيريبيلم. هيتغذى منين السيريبيلم؟ بين حاجتين اتنين، بازلال ارتري وفيرتبرال ارتري. طب البازلال ارتري هيديني ايه؟ سوبيرور سيريبيلر، سيريبيلر ارتري، سوبيرور سيريبيلر ارتري. بعد كده انتيريور انفيرور سيريبيلر ارتري، الاتنين جايين من البازلال ارتري يغذوا السيريبيلم، وبوستيريور انفيرور سيريبيلر ارتري جاي من الفيرتبرال ارتري. ونركز، يبقى انا عندي دلوقتي البازلال ارتري في السيريبيلم اداني حاجتين، بوستيريور سوبيرور سوبيرور سيريبيلر ارتري وانتيرور انفيرور سيريبيلر ارتري. طيب البوستيرور انفيرور سيريبيلر ارتري جاي منين؟ من الفيرتبرال ارتري. يلا يا شباب، يلا يا شباب.
طب بعد كده هناخد برانش برانش بقى من الانترنال كاروتيد ارتري، اداني ايه؟ انتيرور سيريبرال ارتري. انتيرور سيريبرال ارتري ده احد البرانشات بتاع الانترنال كاروتيد ارتري، احد البرانشات بتاع الانترنال كاروتيد ارتري. هيديني ايه البرانشز بتاعته؟ في كورتيكال برانش، وفي سنترال برانش، وفي سيبتال برانش، وفي كالوزال برانش. يبقى انا عندي هنا دلوقتي الانتيرور سيريبرال ارتري اللي هو في الصوره قدامي ده الجميل، ادانا كورتيكال برانش. كورتيكال برانشز، كورتيكال برانشز هتغذي ايه يا انتيرور سيريبرال؟ ماشي يا انتيرور سيريبرال؟ نعم، انت اديتني ايه؟ كورتيكال برانش. يا كورتيكال برانش اتفضل، يا كورتيكال برانش قول لي، يا كورتيكال برانش انت هتغذي ايه؟ هغذي الميديال سيرفس، انا بتاع الميديال سيرفس، وهاخد ستريب 1 انش، هاخد 1 انش ماشي على السوبيرو لاترال سيرفس، هاخد 1 انش فين؟ على السوبيرو لاترال سيرفس. والسوبر لاتر سيرفيس ده ما كبير، لا ده باك تو برايتو اوكسيبيتال فيشر، برايتو اوكسيبيتال فيشر. يبقى انا دلوقتي يا كورتيكال برانش اوف انتيرو سيريبرال ارتري هغذي الميديال سيرفيس، وهغذي 1 انش على السوبر لاترال سيرفيس باك تو برايتو اوكسيبيتال فيشر، وهغذي الميديال سيرفيس اوف اوربيتال، الميديال هاف اوف اوربيتال سيرف، هغذي الميديال هاف اوف اوربيتال سيرف. ادي الكورتيكال برانش. السنترال برانش، السنترال برانش اوف انترنال كاروتيد ارتري ماشي، السنترال برانش اوف انتيريور سيريبرال ارتري. السنترال برانش هتغذي ايه؟ سنترال برانش بتاع الايه؟ الانتيريور سيريبرال. اقول لك انا هغذي ايه؟ الكوربس استرييتا، انتيريور بارت اوف كوربس استرييتا، هغذي الانتيريور بارت اوف كوربس استرييتا، وغذي بارت من الانتيرو لمب اوف انترنال كبسول. يبقى انا هاخد بجزء من الانتيرو لمب اوف انترنال كبسول وهغذي يبقى انا هغذي حاجتين اتنين، انتيرور بارت، انتيرور بارت اوف كوربس استرياتم ماشي، وانتيرور بارت ماشي او بارت من الانتيرو لمب اوف انترنال كبسول. يبقى انا هغذي ايه يا سنترال برانشز بتاع الانتيرو سيربرال ارتري؟ قال لك اغذي الانتيرور بارت اوف كوربس استرييتم، واغذي البارت اوف انتيرور ليم، بارت من الانتيرور ليم اوف انترنال كبسول. طيب ادي الكورتيكال برانش وادي السنترال برانش، بعد كده السبتال برانش للسبتم بيلوسيدم، سبتال برانش للسبتم بيلوسيدم، بعد كده كالوزال برانش للكوربس كالوزم ما عدا الاسبلينيوس، ما عدا الايه؟ الاسبلينيوس. في نقطة مهمة جدا، ان احنا بنقول الانتيريور سيريبرال ارتري بيغذي الموتور والسنسيرو اريا اوف لور ليمب، هيغذي الايه؟ الموتور والسنسيرو اريا اوف لور ليمب، اوف لور ليمب، اوف لور ليمب. نركز هنا مع الكوربس كالوزم والكوربس استرييتم. يلا يا شباب، يلا يا شباب، خش بعد كده على الميدل سيريبرال ارتري. الميدل سيريبرال ارتري ما جاي من الانترنال كاروتيد ارتري، هيدي برانشز برضو. البرانشز اللي هيداني ايه؟ هيدينا كورتيكال برانش وسنترال برانش. الكورتيكال برانش هتغذي ايه؟ السوبيرو لاترال سيرفيس، سوبيرو لاترال سيرفيس باك للبرايتو اوكسيبيتال فيشر، اكسبت الحاجات بتاع الانتيريور سيريبرال. الابر 1 انش بلو سوبيرو ميديال بوردر ويتش سبلاي بالانتيريور سيريبرال ايه ارتري. هيغذي ايه كمان؟ كورتيكال برانش اللاترال هاف اوف اوربيتال سيرفيس. اللاترال هاف ده بالميدل هاف جاي منين؟ من الانتيريور سيريبرال ايه ارتر. هتغذي ايه كمان؟ هتغذي التمبورال بول. في عندي زي سنترال برانش الميدل سيريبرال ارتري، هتغذي ايه؟ اقول لك انا بغذي الكوربس استرييتم وبقيت الانترنال ايه كبسول، وبغذي بايه؟ بقيت الانترنال كبسول. طيب نركز بقى هنا، نقول الميدل سيريبرال ارتري بيغذي ايه؟ الموتور سنسوري اريا اوف ذا بودي اكسبت اللور ليمب، الموتور سنسوري اريا اوف ذا بودي اكسبت اللور ليمب. انما اللور ليمب تتغذى منين؟ من الانتيريور سيريبرال ارتري. هتغذي ايه يا ميدل سيريبرال ارتري؟ يقول لك هغذي الانسولا. هتغذي ايه كمان؟ كوربس استرييتم. هغذي ايه بقيه الانترنال كبسول؟
اغذي السبيتش والالوتري اريا. يلا يا شباب، يلا يا شباب. بعد كده البلاد سبلاي اوف ذا بلين بنقول فيرتبرو بازيلر سيستم. ما تيجي نبص الفيرتبرو بازيلر سيستم عند فيرتبرال ارتري وعند بازيلر ارتري، ما ناخد الاثنين ونتكلم عليهم بسرعه كده. الفيرتبرال ارتري اللي جاي منين؟ من السبكليفيان ارتري، الفورس بارت اوف سبكليفيان ارتري. ما علينا، كلامنا مشروح سابقا. يبقى الفيرتبرال ارتري جاي من السبكليفيان ارتري اللي هو الفورس بارت اوف من السبكليفيان ارتري. بعد كده الفورس بارت، الفورس بارت بتاع الفيرتبرال ارتري هو الفيرتبرال ارتري كام بارت؟ فيرست وسكند وثيرد وفورس. الفورس بارت بتاع الفيرتبرال ارتري هيدخل الكرينيال كافيتي خلال الفورامين ماجنم، وهيطلع الانتيريور سيرفيس في مرلا اوبلينجاتا، وبعد كده الرايت والليفت فيرتبرال ارتري هيتحدهم في اللور بوردر اوف ذا بون، اللور بوردر اوف ذا بون، اللور بوردر اوف ذا بون، اللور بوردر اوف ذا بون. اتحاد الرايت والليفت فيرتبرال ارتري عشان نكون البازيلر ارتري. طب البرانشات بتاعتك ايه فيرتبرال ارتري؟ ماشي، ها انا ليا برانشين اثنين للسباينال كورد، بوستيرور سباينال ارتري وانتيرور سباينال ارتري. روح راجعهم هناك في السباينال كورد. بعد كده عندك ايه برانشاتك بالنسبه للبرين؟ عندي بوستيرور انفيرور، بوستيرور انفيرور سيريبيلر ارتري اللي هتغذي ايه؟ البوستيرو لاترال بارت اوف مدلة اوبلونجاتا، وهتغذي ايه؟ الكرويد بولكسس والفورس فينتركل والسيريبيلا. يبقى انا عندي دلوقتي البوستيرو انفيرور سيريبيلا الارتري هيغذي لي ايه؟ هيغذي البوسترو، بوسترو لاترال بارت اوف مدلة اوبلونجاتا، هيغذي الكرويد بولكسس والفورس فينتركل، كرويد بولكسس والفورس فينتركل هيغذي السيريبيلا. يلا يا شباب، ادي الفيرتبرال ارتري نعم بنقول بيغذي ايه؟ السباينال كورد المطلع بلونجاتا والسيريبيلم. ماشي يا شباب، يلا يا شباب. يا بازل الارتري، نعم انت هتبتدي فين؟ ماشي، انا هبتدي في اللور بوردر اوف ذا بونز باتحاد التو فيرتبرال ارتري، وهطلع في البازل الجروف عشان انتهي فين؟ في الابر بوردر اوف ذا بون عشان اديه تو بوستيرور سيريبرال ارتري. طيب يا بازل الارتري البرانشز بتاعتك، انا عندي برانشز انتيرو انفيرو سيريبيلر ارتري، انتيرو انفيرو سيريبيلر ارتري. ادي انتيرو، الصوره اللي قدامي انتيرو انفيرو سيريبيلر ارتري، انتيرو انفيرو سيريبيلر ارتري للانتيرو انتيرو inferior surface of the cerebellum. بعد كده internal carotid artery للinternal ear. بعد كده pontine branch او pontine artery للbones and the pontine branch. بعد كده superior cerebellar artery، ادي superior cerebellar artery هيغذي superior surface of the bone. يبقى بعد كده بنقول البرانشز بتاع البازلر ارتري في عندي انتيرور انفيرور سيريبيلر ارتري، انتيرور انفيرور سيريبيلر ارتري، ودي بيغذي الانتيرور انفيرور سيرفيس اهوت اللي انا شايفه اوف سيريبيلم، انترنال اوديتري ارتري للانترنال ايه، بونتاين برانش للبون، سوبيرور سيريبيلر ارتري سوبيرور سيرفيس اوف ذا بون. بنقول ان هو بيغذي ايه؟ البونز والسيريبيلم والانترنال اير. يلا يا شباب، يا بوستيرور يا بوستيرور سيريبرال ارتري، نعم يا بوستيرور سيريبرال ارتري انت جاي منين؟ يقول لك انا جاي من البازلر ارتري. يا شباب البوستيرور سيريبرال ارتري بيقول لك انا جاي من البازلر ارتري وليا برانشز. انا البوستيرو سيريبرال ارتري اهو قدامي في الصوره، واضح اهوت، واضح المعالم اهوت شايفينه. يا شباب البوستيرو سيريبرال ارتري يقول لك انا واضح المعالم وجاي من البازلر ارتري، جاي من البازلر ارتري
وليا برانشز. ايه هي البرانشز بتاعك يا جميل؟ يقول لك انا ليا كورتيكال برانشز، ليا كورتيكال برانشز لاترال وميديال، ليا كورتيكال برانشز لاترال وميديال. ماشي الكلام، ليا كورتيكال برانشز لاترال ايه وميديال سيرفيس اوف ذا ايه بهايند بارايتو اوكسيبيتال ايه فيشر والتنتيريال سيرفيس اوكسيبيتال بون. ادي الكورتيكال برانش. في عندي بقى سنترال برانشز، سنترال برانشز. السنترال برانشز ديت عندي نوعين اتنين، شورت ميديال سنترال برانش، شورت ميديال سنترال برانش، ولونج لاترال سنترال برانش. يبقى انا عندي الشورت ميديال سنترال برانش واللونج لاترال سنترال برانش. الشورت ميديال سنترال برانش هتغذي ايه؟ سيريبيلر سيريبرال بدنك ماميلاري بود انتيرو بارت اوف ذا ثالامس. يبقى السيريبرال بدنك الماميلاري بود انتيرو بارت اوف ذا ثالامس بتتغذى من الشورت ميديال سنترال برانش. اللونج لاترال سنترال برانش، اللونج لاترال سنترال هتغذي ايه؟ جينيكيوليت بودي والباك اوف ذا ثالام. بعد كده عندي كمان، يبقى انا عندي في كورتيكال برانش وفي شورت ميديال سنترال برانش وفي لونج لاترال سنترال برانش وفي بوستيرو كورويدال ارتري. بوستيرو كورويدال ارتري هيغذي ايه؟ الكورويد بلكسس اوف ثيرد فينتريكل. هيغذي ايه؟ هيغذي الاسبلينيوم. ماشي؟ اوف كوربس كالوزم. البوستيرو سيريبرال ارتري هيغذي الكورويد بلكسس اوف ثيرد واللاترال فينتريكل، هيغذي الكورويد بلكسس اوف ثيرد واللاترال فينتريكل، هيغذي الدورسم اوف ذا ثالامس. يبقى يا برانشز بتاع السوبيريور البوستيرو سيريبرال ارتري هتغذي ايه؟ اقول لك انها هتغذي الميدبرين، هتغذي الدانس انفلون، هتغذي الفورنكس، هتغذي الاوكسيبيتال لوب، هتغذي التمبرال لوب، هتغذي الفيجوال اريا، هتغذي كمان الكورويد بلكسس اوف ثيرد اند لاترال اي فينتركلز. يلا يا شباب، يلا يا شباب. بعد كده الحاجه الجميل يا شباب، سيركيولار ارتريوزس او سيركل اوف ويلز ديت موجوده حوالين الانتر بدنكولار فوس اللي قدامنا اهي. بتتكون من ايه؟ ركز وخليك لماح. بتتكون من ايه؟ رايت اند ليفت انتيرو سيريبرال ارتري. رايت اند ليفت، ادي الرايت والليفت انتيرو سيريبرال ارتري اللي متحدين مع بعض بالانتيرو كوميونيكيتنج ارتري. ادي رايت اند ليفت انتيرو سيريبرال ارتري متحدين بالانتيرو كوميونيكيتنج ارتري. بعد كده رايت والليفت انترنال كاروتيد ارت، اهو ادي الانترنال كاروتيد ارت. بعد كده ايه كمان؟ رايت اند ليفت بوستيريور كوميونيكيتنج، ادي البوستيريور كوميونيكيتنج. البوستيريور كوميونيكيتنج ماسك في ايه؟ رايت اند ليفت بوستيريور سيريبرال ارتري، بوستيريور سيريبرال ارتري. السيركل اوف ويلز ديت كونكت الانترنال كاروتيد ارتري مع الفيرتبرو بازلر سيرتم اللي هي بروفايدز انستموتيك شانل اف وان فيزلز اف اوكلودد. ديت انستموزس يعني لو واحد هنا ضرب الثاني يغطيه، لو واحد هنا قفل الثاني يغطيه. ديت الفايده بتاع السيركل اوف ويزلز اللي هي كوميونيكيشن بتوين الانترنال كاروتيد والبرانشز بتاعته والفيرتبرو بازلر سيستم. لو حاجه من البرانشات بتاع الفيرتبرو بازلر سيستم اتقفلت تغطيها البرانشز بتاع الانترنال كاروتيد ارتري، او لو البرانشات بتاع الانترنال كاروتيد ارتري اتقفلت تغطيها البرانشات بتاع الفيرتبرو بازلر سيستم. يلا يا شباب، يلا بينا يا شباب. الحاجات الكلينيكال المهمه بقى اللي هنتكلم فيها، خليك لماح مركز. ما اول حاجه سيريبرال اسكيميا، ناخد نفس كده ونروق ونقول يا سيريبرال اسكيميا. نشوف معلومات ذهبيه حلوه قدامنا حوالين السيريبرال اسكيميا. بتفكرنا بايه؟ بتفكرنا ان 15% من البرين جايه من ايه؟ الريستن كاردياك اوتبوت، يعني من الكاردياك اوتبوت بناخد 15% للبرين.
البرين سبب سنس ماشي في برانشز اوف كير ماشي بات نو فرزر انستموزس تكبليس. الانستموزس اللي موجوده فين؟ على البرين سيرفيس. الانستموزس على بره على البرين سيرفيس ديت vital collateral circulation. vital collateral دي مهمه جدا ماي بي included. السيربرال اسكيميا اسبابها ايه؟ ممكن يحصل حاجه في الهارت كورونري ثرومبوز تؤدي الى كاردييك ارست تؤدي الى سيربرال اسكيميا. يلا بينا ايه اللي بيحصل بعد 5 لـ10 ثواني لو البلد اوف ذا برين اوكيرز وقف يحصل سيريبرال اسكيميا. يبقى تحصل السيريبرال اسكيميا من 5 لـ10 ثواني 5 لـ10 ثواني لو البلد اللي راح للبلين وقف. طب امتى ترجع؟ كومبليت اريست اوف سيريبرال بلد فلو كومبليت اريست تدينا ايرريفرسيبل ايرريفرسيبل برين دامج مع الديث اوف نيرفس تيشو. ولكن بعد 5 دقايق لو بعد 5 دقايق الدم رجع يحصل ريفرسيبل. يلا يا شباب يلا يا شباب بعد كده هنتكلم على السيريبرال ارتري سيندرومز. سيريبرال ارتري سيندرومز يعني هناخد البرانشز بتاع الانترنال كاروتيد ارتري لو حصل فيها اوكلوجن. انتيرو سيريبرال ارتري حصل فيه اوكلوجن ماشي. ايه اللي بيحصل بقى؟ عند حاجتين اتنين. لو بروكسيمال للانتيريور كوميونيكيتد اللي هو موصل ل السيركل اوف ويلس بروكسيمال له ديت ما فيش منها مشاكل. الكولاترال سيركيوليشن يوجوالي ادكويت تو بريزيرف السيركيوليشن ماشي. لو عندك اوكلوجن للانتيريور سيريبرال ارتري بروكسيمال للانتيريور كوميونيكيتنج ما فيش مشاكل عشان الكولاترال هتغطي. لو عند الاوكلوجن ديستال للكوميونيكيتنج ارتري ديستال للكوميونيكيتنج ارتري هتدينا ساينز بقى ومانيفستيشن هتدينا كلينيكال هتدينا مشاكل. لو الاوكلوجن ديستال للكوميونيكيتنج ارتري مش ايه المشاكل اللي هتحصل؟ كونترا لاترال هيميباريسيز او واند هيميسنسوريولوس بتشمل الليجوال فوت اللي هي بري سنترال بيول اوف كورتكس. يبقى لو الاوكلوجن ديستال ركز بقول لك اهو ديستال كوميونيكيتنج ارتري هيحصل كونترا لاترال هيمي باريسز هيمي سنسوري لوس وبتشمل الليجوال فوت. ان ابيليتي تو ايدنتيفاي اوبجكتز correctly في أبسي في personality changes اللي هي هتبقى أثرت على الفرانتال والبرايتال لوب في عميد السيريبرال أرض. لو حصل لك أوكلوجن الساين والسيمتوم فاري هتختلف according to site of occlusion and degree of cerebral collateral anastomosis. ايه المانيفستيشن اللي هتيجي بتاع الميدل سيريبرال ارتري اوكلوجن؟ خليك لما واحفظ وركز. ايه لما الميدل سيريبرال ارتري يحصل الاوكلوجن ايه اللي هيحصل؟ كونترا لاترال هيمي باريسز وهيمي سنسوري لوس ماشي. كونترا لاترال هيمي باريسز انت هيمي سنسوري لوس هيمي باريسز وهيمي سنسوري لوس ماشي. تشمل ايه؟ مينلي الفيس والارم ماشي. ادي اول حاجة. تاني حاجة
افيزيا، هيحصل افيزيا، بنقول ان هي ايه؟ افيزيا، يحصل افيزيا لو الليفت هيمي باريسز هيمسفير افكتد. ماشي، يبقى انا اول حاجه كونترا لاترال هيمي باريسز هيمي سنسور لوس شامله الفيس والليج، نمره 2 افيزيا، نمره 3 كونترا لاترال هيمومناس هيمي انوبيا، هيمي انوبيا هيمومناس هيمونوماس هيمي انوبيا هيمومناس هيمومناس هيمي انوبيا، اللي هو عمى نصفي في الجانب المعاكس عشان الاوبتيك راديشن. نمرة 4 يحصل انوسوجونوزيا، 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 انوسوجونوزيا. يبقى دلوقتي يا ميدل سيريبرال ارتري هتدينا ايه لما تتقفل؟ يقول لك هديك كونترا لاترال هيمي باريسز وهيمي سنسرولوس وشامل الفيس والارض، هدي لك هيمي افيزيا، هدي لك كونترا لاترال هيمومناس هيمي انوبيا، هدي لك انوسوجونوزيا، انوسوجونوزيا. يلا يا شباب كده عرفنا الانتيريور سيريبرال ارتري اوكلوجن والميدل سيريبرال ارتري اوكلوجن. يلا يا شباب البوستيريور سيريبرال ارتري اوكلوجن، حصل له اوكلوجن ايه اللي هيحصل؟ هجيلنا ايه المشاكل؟ الساين والسيمتوم برضه على حسب الاوكلوجن والديجري اوف كولاترال سيركوليشن. ايه اللي هيحصل يا بوستيريور سيريبرال ارتري؟ هيقول لك ادينك ايه؟ كونترا لامناس، كونترا لاترال، هيمومناس، هيمي انوبيا. ادي اول حاجه. فيجوال اجونيزيا، فيجوال اجونيزيا. ماشي، impairment of memory. يبقى انا عندي ثلاث حاجات مهمين في البوستيريور سيريبرال ارتري، اثنين يخصوا البصر، عمى نصفي في الجانب المعاكس بنسميها هنيموناس هيمي انوبيا وفيجوال اجونيزيا. نعم، والميموري بتنضرب في البوستيريور سيريبرال ارتري. خلاص اس بصير سيربرال ارتري، شكرا ان بصير سيربرال ارتري. طب الانترنال كاروتيد ارتري اوكروجن دي تحدث وزود سيمتوم اور ساين نتيجه سيربرال ماسيف اسكيميا ديبندنج اون ديجري اوف كولاتر انستموزس. الانترنال كاروتيد ارتري اوكروجن ايه السيمتوم اللي هنشوفها؟ ماشي، كونترا لاتر هيمي باريسز هيمي انستيزيا، كونترا لاتر هيمي باريسز هيمي انستيزيا، كونترا لاتر هيمي باريسز هيمي انستيزيا. موجوده فين في الانترنال كاروتيد ارتري اوكلوجن؟ بارشل او كومبليت لوس اوف سايت كير ان ذا سيم سايت. ديت اللي بنقول عليها ايه؟ انترنال كاروتيد ارتري اوكلوجن. خليك لماح واحفظ وركز. بعد كده يا شباب نقل على ايه؟ الفيرتيبرو بازلر ارتري اوكلوجن. يعني الفيرتيبرال والبازلر حصل لهم اوكلوجن. الكلينيكال برضه هتعتمد على الفارد اند ماي انكلود ذا فيلم ابسي لاترال بين اند ابسي لاترال بين، نفس الم في نفس الايه؟ المكان والتمبريتشر اند التمبريتشر sensory loss of the face contralateral pain and temperature sensory loss of the body. ماشي يا شباب، يبقى دلوقتي هنقول ipsy lateral pain و temperature sensory loss of the face and contralateral pain و temperature sensory loss of the body. يبقى في ابسي لاترال وكونترا لاترال. ابسي لاترال بين وتمبريتشر سنسور لوس في الفيس، وكونترا لاترال بين وتمبريتشر كونترا في الناحيه العكسيه of the body. يبقى الفيس ناحيه في نفس المكان والجسم في الناحيه الثانيه
بين والتمبريتشر والسنسور لوس في الفيس، والبين والتمبريتشر والسنسور لوس في البودي. ده كونترا لاتر وابسي لاتر، يعني شامله حاجتين اتنين، ابسي لاتر في الفيس وكونترا لاتر في البودي. بعد كده المانيفستيشن بتاع الفيرتبرو بازل الاكلوجن، بازل الارتر اكلوجن، اتاك اوف هيمي انوبيا اور كومبليت كورتيكال بلايندنس، ادي نفس الايه اتاك، يا اما اتاك من هوبا انوبيا او كومبليتلي كومبليت كورتيكال بلايند. نفس المانيفستيشن ممكن يحصل ايه في نفس الجانب، ابسي لاترال لوس اوف جاج ريفلكس، ديسفاجيا، هورزنس، نتيجه الليجن اوف نيوكلياي اوف جلوسوفارينجيال والفيجاس. ممكن يحصل في الفيرتبرو بازلر ارتري اوكلوجن ايه كمان، فيرتايجو، نيستيجمات، نيوزيا، فومتنج. ممكن يحصل في الفيرتبرو بازلر ارتري اوكلوجن كمان ايه، ابسي لاترال هورنر سيندروم. ممكن يحصل في الفيرتبرو لاترال ارتري اوكلوجن ايه، ابسي لاترال اتاكسيا اند ايه اذر سيريبيلر ساين. ممكن يحصل في الفيرتبرو بازلر ارتري اوكلوجن ايه، يونيلاترال او بايلاترال هيميباريسيس. ممكن يحصل اخر حاجه في الفيرتبرو بازلر ارتري اوكلوجن، يحصل كوما. يلا يا شباب، ادي الفيرتبرو بازلر ارتري اوكلوجن. سيريبرال ارتري سندرومز، في سيريبرال بلاد فلو امبيرمنت، بلاد فلو قليل، وايه اسبابه؟ ديزيز بتعمل لخبطه في البلاد بريشر، التريشن بلاد بريشر، ديزيز بتعمل لخبطه في الارتيريال وول، ديزيز بتعمل بلوكج بلوكج اوف ارتيريال يوم. ايه حكايه بقى البوتشرال هايبوتنشن؟ البوتشرال هايبوتنشن دي ظاهره موجوده، بتبقى موجوده في الراجل اللي بيصحى من النوم، في الجنود، في الراجل المصلي، الراجل اللي بيصلي وهو راكن وقاعد وراكع وساجد، ايه اللي هيحصل؟ الجنود اللي واقفين على طول، الراجل اللي نايم، نقول الراجل اللي نايم، البيشنت جيت اب بيستيقظ افتر بين كونفين تو بيد فور سفرال دايز. الجنود السولدر تفضل واقفه لمده طويله في الجو الحار، المصلين نيلنج اند كراشنج ماي اكسبيرينس، ايه اللي بيحصل؟ يحصل ايه؟ accumulation of venous blood in the lung. يبقى عند المصلين، الناس النايمين، الجنود، يحصل accumulation في venous blood of the lung. or impaired وايه؟ ويحصل impairment في venous return of the heart. اللي رايح venous return of the heart يقل، يحصل sequent consequent fail، يحصل في الكارديك اوتبوت بتقل، هتقلل الايه؟ اللور ارتيريال بلاد بريشر، ماشي، ايه يحصل؟ الارتيريال بلاد بريشر هتقل، الجنرال ارتيريال بلاد بريشر لور، بعد كده لما يحصل الارتيريال بلاد بريشر لور السيريبرال بلاد فلو يحصل له، دي مشكله البوتشرال هايبو تنشن. يلا يا شباب، يلا يا شباب، في حاجه في بنسميها فيزيكال وسايكولوجيكال تشوك. الفيزيكال والسايكولوجيكال تشوك ايه؟ اسبابها ايه؟ نقص البلاد بريشر، هيدينا فيزيكال تروما. اوتوموبيل اكسيدنت، هتدينا فيزيكال وسايكولوجيكال تشوك. السيرجري، هتدينا فيزيكال وسايكولوجيكال تشوك. الاوردر اذر، ممكن يحصل فيزيكال وسايكولوجيكال تشوك. الكلينيكال سايد بتاع الفيزيكال وسايكولوجيكال تشوك. البيشنت لوس اوف كونشسنس، هايبر فنتيليشن، انكزايتي. يلا يا شباب، يلا يا شباب، كاروتيد ساينس سندروم، تعرف ايه عن الكاروتيد ساينس سندروم؟ اسبابه ايه؟ دي او السايد بتاعه، اول حاجه في ثوابت له السايد والكوزس وازاي والكلينيكال بيكتشر. السايد بتاعته في البروكسيمال اند اوف انترنال كاروتيد ارتر، يبقى في عندي بروكسيمال اند اوف كونتينر كاروتيد ارت، في كاروتيد ريسبتور سنسيتيف تو تشينج اوف ارتيريال بلاد بريشر. الريسبتور اللي موجوده بنسميها في الكاروتيد ساينس سنسيتيف للتشينج في الارتيريال بلاد بريشر،
ايه اللي بيحصل؟ ديستنشن اوف ارتيريال وول، ديستنشن اوف ارتيريال وول هتسبب ريفلكس سوولوينج سلوينج ماشي. ديستنشن اوف ارتيريال وول هتعمل سلوينج اوف هارت ريت وتعمل فيل في البلاد بريشر. ازاي؟ انكريز النمبر اوف نيرفز امبلسز ماشي، نتيجة الديستنشن اهوت النيرفز امبلسز هتزيد في النمبر، هتروح للساينس نيرف. خلي بالك من الساينس نيرف اللي هو برانش من الجلوسوفارينجيال نيرف، اللي هو الساينس نيرف كونكت للكارديو انهبيتوري اند فازو موتور اي سنتر. يبقى هنا الحته الفتاكه الجميله بتاعتنا بتاع الكاروتيد ساينس سندروم، حكايه الايه الساينس نيرف، نزود النمبر اوف امبلسز الساينس نيرف يشيلها اللي هو جاي من الجلوسوفارينجيال نيرف ويقوم طالع على الكارديو انهبيتوري اند فازو موتور سنتر. هيجي لك ايه الكارديوسينا سندروم بالكلينيكال بيتشر؟ سيربرال اسكيميا اند لوس اوف كونشسنس. يلا يا شباب، يلا يا شباب، سيربرال انيوريزم، 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 في سيربرال انيوريزم، موجود. موجود فين؟ موجود فين يا جميل يا انيوريزم؟ اقول لك في السيركل اوف ويلز، جوين فورميشن اوف سيركل اوف ويلز بين الفيرتبرال اند بازلال ارتري. اسبابك ايه يا سيربرال انيوريزم؟ اقول لك انا كونجينيتال، ممكن اكون كونجينيتال، ممكن اكون ويك في التونيكا ميديا بتاع البلاد فيزلز، ضعف في التونيكا ميديا بتاع البلاد فيزلز، هيبقى هيحصل عندي ضعف، هيحصل لوكال دايليتيشن. لوكال دايليتيشن اللي هي انيوريزم، اللي انيوريزم ده ممكن يحصل فيه اسيروم. طب الكومبليكيشن بتاع السيربرال انيوريزم هيحصل ايه؟ ضغط على الاوبتيك نيرف ماشي، والسيرد والفورس والسكس كرينيال نيرف، هياخد النيرفات بتاع الاي كلها، اوبتيك سير سكس كرينيال نيرف. ممكن يحصل رابشر، يحصل رابشر للسب اراكنويد سبيس. طب السيربرال انيوريزم الكلينيكال بيكتشر سيفير بين افيد فولود باي منتال كونفوجن. الكلينيكال بيكتشر بتاع سيربرال انيوريزم ديس ماي كويكلي كير. السيربرال انيوريزم هي ممكن يحصل، يفضل البيشنت سيرفي فيرست، الاول يحصل له بليدنج اونلي لغايه ما يموت، او فيو دايز، او البليدنج ده ممكن لغايه ما يموت لغايه فيو دايز اور ويكس ليتر. كده عرفنا السيريبرال ايه انيوريزم. يلا يا شباب، الانتراكرينيال هيموريج، الانتراكرينيال هيموريج عندي اربع انواع، يا اما ابيديورال يا اما سبديورال يا اما سب اركنويد يا اما سيريبرال ابيديورال. السبديورال هيموريج ماشي، السبديورال هيموريج اسبابه ليجش او رابشر اوف كونجنتال انيوريزم. السبديورال هيموريج اسبابه انجيوما، كونتيوجن، لاسيريشن اوف برين اند مننجيز. يبقى انجيوما، كونتيوجن، لاسيريشن اوف برين اند مننجيز. الكلينيكال بيكتشر هيجي لي بتاع السبديورال سادن اونست سيفير هيدك، اجيني ستيفنز ان ذا نيك لوس اوف كونشسنس. ده اشخصه ازاي بتاع السبديورال؟ هلاقي اعمل له كمبيوتر تيموجرافي، اوبزرف تنس اريا او بلاد ان سب اراك، دنس اريا، ركز على دنس اريا او بلاد في السب اراك. هعمل لمبر بانكشر، الاقي في هيفلي بلاد ستين سيريبرال فيليو، هيفلي بلاد ستين سيريبرال فيليو، اللي احنا بنسميه انترا سب ديورال هيموريج. بعد كده سيريبرال هيموريج، ممكن يحصل سيريبرال هيموريج تاني في الميدل برانشز اوف ميدل سيربرال ارتري. الاسباب بتاعته ايه؟ هنقول رابشر اسروم، هايبرتنشن، ميدل ايج، الكلينيكال بيكتشر ماشي.
الميدل سيريبرال ارتري رابشر، هيعمل دامج لايه؟ كورتيكو نيوكلر انت كورتيكو سباينال فايبرز اوف ذا انترنال كبسول، هيحصل لها دامج كورتيكو نيوكلر وكورتيكو سباين، هتديني ايه؟ هيميبليجيا ان اوبزيت سايد اوف ذا بودي، ادي الميدل سيريبر، اديني ايه؟ ميديتلي لوس اوف كونشسنس اند باراليسيس. طيب الهيموريج ده ممكن يطلع لللاترال فينتريكل؟ ممكن يطلع لللاترال فينتريكل، وادينا ايه؟ المانيفستيشن ديبر ان كونشسنس انت كورتيكو سباينال ليجن اوف بوث سايد اوف ذا بودي. ممكن الهيموريج يدخل للبونز اند سيريبل. ايه الدياجنوز بتاع السيريبرال هيموريج؟ تعمل سي تي، هنعمل اي سي تي اوبزيرف انترا كرانيال بلاد كلوت ماي ريكونايزد باي دينستي، هنساعي انترا كرانيال بلاد كلوت ماشي، هنعرفه بالدينستي، وبعد كده نعمل سيريبرال انجيوغرافي. سيريبرال انجيوغرافي، جبنا سيره السيريبرال انجيوغرافي، ما تيجي نشوف السيريبرال انجيوغرافي بتقول ايه؟ امتى هعمل السيريبرال الانديكيشن بتاعتها؟ ديتكشن و ايه؟ ديتكشن و لوكاليزيشن اوف سبيس اوكوباينج ليجن. سيريبرال انجيوغرافي هتعمل ايه؟ ديتكشن و لوكاليزيشن اوف سبيس اوكوباينج ليجن زي التيومر هيماتوما والابسس. هنعمل ايه؟ هنشوف الفاسكولار باترنز اوف تيومر. طب البروسيدور بتاع السيريبرال انجيوغرافي، البيشنت ماشي اندر جنرال انستيزا والسوبين بوزيشن، الهيد كونكتد تو روديو جرافيك ابريتاس، هناخد البروجيكشن بتاعنا انتر بوسيرور ولاترال بروجيكشن، اوبتين هنحط الراديو اوبيك ميديوم انجكت دايركتلي لليومن، يا اما دايركت للانترنال كاروتيد او الفيرتبرال او اندايركتلي ثرو كاثيتر، هتحط الكاثيتر فين؟ في الراديال او الفيمورال ارتري، وبعد كده بناخد افلام متتابعه سيريز اوف فيلمز السيريبرال ارتري ارتريز والكابيلاريز والفينز، بعد كده ديمونستريتد. ديت فكره بسريعه عن السيريبرال ايه؟ انجيوغرافي. يلا بينا يا شباب، يلا بينا ونقول تذكر ان بقى الكلام اللي احنا قلناه بقى ان السيريبرلم بيتغذى ماشي، بنفنش دلوقتي، بنقول تذكر ان السيريبرلم بيتغذى من التيرو سيريبرال ارتري ومن السيريبرال ارتري وبوستيرو سيريبرال ارتري، والبرين ستيم في ميد برين بوستيرو سيريبرال ارتري بونز بازلال ارتري ميدالا فيرتبرال ارتري. السيريبرلم ماشي بيتغذى من ايه؟ السوبيريو سيريبرال ارتري ماشي اللي جاي من البازلر، والانتيريو فيرسر بلر ارتري جاي من البازلر، والبوستيريو فيرسر بلر ارتري اللي جاي من الفيرتبرال ارتري. يلا يا شباب، وجديه تذكر ان برضه ماشي البلاس سبلاي والسي ام اس عند السيربرال هيمسفير اهوت، تذكر ان انتيريو وميدل وبوستيريو سيربرال ارتري، الداينسيفالون بوستيريو سيربرال ارتري، الميد برين بوستيريو سيربرال ارتري، البونز بازلر ارتري، المدلة فيرتبرال ارتري، السيريبيلم فيرتبرو باسلر ارتري، السباينال كور فيرتبرال ارتري. ودي حاجات بقى جمعنا فيها، قلنا تذكر ان بقى البلاس سبلاي للبرين الاورجن بتاعه والبرانشز بتاعه والاريا سبلاي والليجن، الكلام اللي قلناه قبل كده، الميدل سيريبرال ارتري جاي منين والبرانشز بتاعته ايه؟ كورتيكال برانش وسنترال برانش وسيبتال برانش وكالوزال برانش، ده بيغذي ايه وده بيغذي ايه وده بيغذي ايه. لو حصل ليجن الكلام اللي احنا قلناه قبل كده تراجعه وتحفظه، والميدل سيريبرال ارتري اللي جاي من الانترنال كاروتيد اللي هيدي لك كورتيكال برانش وفي سنترال برانش، الكورتيكال هيغذي ايه؟ الاريا سبلاي هي مكتوبه اهو وركز، والليجن مكتوبه اهو وركز. يلا يا شباب، يلا يا شباب، تذكر ان ديت مهمه وخلاصه الموضوع، تذكر ان برضه ان البوستيرو انفيرو سيربيلر ارتري بيدي ايه؟ جاي منين؟ من الفيرتبرال وبيغذي ايه؟ مكتوب اهو. الميدالر برانش بتغذي ايه؟ انتيرو انفيرو سيربيلر ارتري ماشي، بازلر بيغذي ايه؟
بعد انترنال اوديتري ارتري بيغذي ايه؟ قلناها الكلام ده قبل كده. بونتاين برانش بتغذي ايه؟ ماشي. بعد كده سوبيريور سيربيلر ارتري بيغذي ايه؟ ماشي. بوستيريور سيربرال ارتري هو هاند كورتيكال برانش وشورت ميديال برانش. يلا يا شباب وراجع الحاجات ديت وما تنساك. شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.